السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ معاكم مس آية سيد، مدرسة العلوم الصف الأول الإعدادي. أهلا بيكم يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس التاني في الوحدة التانية اللي بيتكلم عن تحولات الطاقة. عرفنا احنا في الدرس الاول هي سنة اولى يعني ايه كلمة طاقة الوضع ويعني ايه كلمة طاقة الحركة، وتعرفنا فيها على بعض المواضع اللي بتكون طاقة الوضع كبيرة اما طاقة الحركة بتكون صفر، والعكس ان طاقة الحركة هي اللي تكون اكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتكون صفر، وعند منتصف المسافة بتكون طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة. النهاردة يا ولاد هنتكلم عن قانون بقاء الطاقة الميكانيكية. بيقول يا ولاد ان الجسم بيفضل محتفظ بالطاقة الميكانيكية بتاعته لحد ما تتبدل طاقة الوضع بطاقة الحركة. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا جسم بيفضل مختزن بطاقة الوضع بتاعته، وبعد كده يبتدي ان هو يتحرك فتتحول طاقة الوضع دي لطاقة الحركة. فقال يا ولاد ان يظل الجسم المتحرك محتفظ بطاقته الميكانيكية حيث تتبادل طاقتي الوضع والحركة له أثناء حركته، بحيث يكون النقص في طاقة الوضع يساوي الزيادة في طاقة الحركة عند أي لحظة والعكس صحيح. يعني يا ولاد زي البندول بتاعنا ده اللي ظهر قدامنا، يقول لي عند النقطة ألف بلاقي إن طاقة الوضع عند النقطة ألف وجيم بلاقي إن طاقة الوضع أكبر ما يمكن، ودي أخدنا المرة اللي فاتت، لما بتوصل لأقصى ارتفاع طاقة الوضع بتكون أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي الصفر. أما عند الوضع ب يا ولاد بلاقي إن كده طاقة الوضع بدأت إن هي تتبدل بطاقة الحركة، فبلاقي إن عند النقطة ب بيبتدي البندول إن هو يتحرك، فقال لي إن طاقة الوضع بتاعته بتبدأ إن هي تقل لحد ما توصل للب وتبقى طاقة الحركة فيه أكبر ما يمكن، وهكذا لحد ما يوصل للنقطة ج اللي بتتبدل فيها طاقة الحركة بطاقة الوضع، وطاقة الحركة بتكون بصفر وطاقة الوضع بتكون بأكبر ما يمكن. مرة تانية يا ولاد في الشكل بتاع البندول، أنا همسك البندول من هنا كده، طاقة الوضع عندي أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بصفر، بعد كده ببتدي إن البندول يتحرك فبتتبدل طاقة الوضع بطاقة الحركة لحد ما يوصل للباء، بتكون طاقة الوضع أقل ما يمكن طاقة الحركة أكبر ما يمكن، ويتحول مرة تانية من طاقة حركة لطاقة وضع لحد ما يوصل للنقطة ج بتكون فيها طاقة الوضع أكبر ما يمكن طاقة الحركة بتساوي الصفر. يبقى تاني يا ولاد قانون بقاء الطاقة الميكانيكية، احنا عرفنا القانون ده المرة اللي فاتت ان هو مجموع طاقتي الوضع والحركة، فقال لي ان احنا الجسم بيفضل محتفظ بالطاقة الميكانيكية بتاعته وبتتبدل طاقة الوضع والحركة اثناء الحركة بتاعته، بحيث ان النقص في طاقة الوضع بيساوي زيادة في طاقة الحركة. طيب بعد كده يا ولاد انا هتعرف على بعض التحولات الطاقة وبعض التطبيقات التكنولوجية الموجودة عندي. عندي اول حاجة يا ولاد في تحولات الطاقة هي في العمود الكهربي البسيط. قبل ما نتكلم عنه يا ولاد تعالوا نتفرج مع بعض على فيديو بيعرفني العمود الكهربي البسيط. احيانا بتستغرب ازاي البطارية الصغيرة دي ممكن تكون بتولد كهرباء، وايه اللي بيحصل جواها عشان في الاخر نحصل منها على كهرباء. في منهج العلوم لسنة اولى اعدادي تجربة بتجاوب على السؤال ده. تحولات الطاقة، كيف تتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية؟ الادوات: ليمونة، ساق من النحاس، ساق من الخرسين، بوصلة، سلك من النحاس معزول. الخطوات: اضغط على الليمونة لتحريك السائل بداخلها. ضع ساق الخرسين وساق النحاس داخل الليمونة. لف سلك النحاس المعزول حوالين البوصلة بشكل دائري. وصل طرفين السلك بالنحاس والخرسين الموجودين في الليمونة. المشاهدة: بنلاحظ ان إبرة البوصلة بتتحرك. التفسير: لما حطيت ساق النحاس وساق الخرسين جوه الليمونة والليمونة جواها حمض، حصل تفاعل كيميائي ما بينهم، التفاعل ده ولد طاقة كهربائية،
الطاقة دي لما وصلناها بالسلك الملفوف حوالين البوصلة بالليمونة خلت إبرة البوصلة تتحرك، وده معناه إن الطاقة الكيميائية ممكن تتحول لطاقة كهربائية. وده اللي بيخلي البطارية الصغيرة أو حتى بطارية العربية قادرة على توليد الكهرباء. زي كده يا ولاد ما شفنا مع بعض في الفيديو ده، عرفنا العمود الكهربي البسيط زي ما الصورة ظهرت لي كده. انا عندي بيجيب ليمونة، احنا طبعا بدل الليمون بنستعمل حمض كبريتيك مخفف، بحط فيه ساق خرطين وساق نحاس، وبتبتدي بلاقي ان التيار الكهربي بيتولد فيها. طيب انا عايزة اعرف يا ولاد دلوقتي ان كده الطاقة ايه اللي اتحولت لايه؟ قال لي الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية، طاقة كيميائية لطاقة كهربية، تمام. قال لي يا ولاد ان بلاقي اتجاه المرور بتاع التيار الكهربي في الحوض اللي قدامنا ده، بلاقيه من ساق النحاس الى ساق الخرصين، او من لوح النحاس للوح الخرصين، اي انه من القطب الموجب الى القطب السالب. طب يجي لنا سؤال هنا يا ولاد يقول لي كده معنى كده ان القطب الموجب هو مين؟ لوح النحاس، اما القطب السالب فهو لوح الخرصين او ساق الخرصين. مره تانية يا حبايبي، العمود الكهربي البسيط بيقول لي فيه ان بحول فيه الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربيه، بيكون اتجاه مرور التيار الكهربي من قطب موجب لقطب سالب، يعني من لوح النحاس للوح الخرصين، او من ساق النحاس لساق الخرصين. تمام يا ولاد، كده اول تحول من تحولات الطاقه معانا. تمام، تاني يا ولاد تحولات هناخدها هي تحول الطاقة داخل السيارة. طيب يا حبايبي، انا عندي اول حاجة كده ان انا عندي طاقة كيميائية. طب الطاقة الكيميائية جوه السيارة دي بتيجي من مين؟ قال يا ولاد ان هي بتيجي من البنزين بتاع العربية اللي انا بحطه للعربية. طيب البنزين يا ولاد بتاع العربية ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قال يا ولاد بيحصل فيه عملية احتراق. عملية احتراق، انا لما بشغل العربية بلاقي ان البنزين بيحترق، البنزين بيحترق، ولما بيحترق بيديني طاقة حرارية. طب الطاقة الحرارية دي ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي الطاقة الحرارية دي بتتحول لشكلين من اشكال الطاقة، بتتحول لشكلين من اشكال الطاقة. الشكل الاول يا ولاد اللي هي الطاقة الحركية، الطاقة الحركية دي اللي بتخلي العربية تمشي. طب والنوع التاني؟ قال لي النوع التاني ده بتبقى طاقة كهربية، بتبقى طاقة كهربية. يبقى مرة تانية يا ولاد، الطاقة الحركية اللي ناتجة عن احتراق الوقود داخل السيارة عملت لي شكلين من الطاقة، طاقة حركية وطاقة كهربية، طاقة حركية وطاقة كهربية. طب التحولات كده خلصت؟ قال لي لا، قال لي كمان الطاقة الكهربية دي بتتحول في السيارة لتلات أشكال. أول شكل يا ولاد طاقة صوتية، طاقة صوتية اللي هي كاسيت، لو أنا مشغلة كاسيت في قلب العربية كده طاقة كهربية اتحولت لي لطاقة صوتية. طب أنا جو حر وعايز أشغل التكييف، فقال لي يا ولاد أنا عندي في بعض العربيات التكييف بيبقى سخن أو بارد، فقال لي يا ولاد إن كده بتتحول الطاقة الكهربية دي طاقة حرارية مرة تانية عن طريق سخان التكييف. طيب وقال لي كمان إيه؟ قال لي كمان بتتحول لطاقة ضوئية في كشاف العربية. تمام يا ولاد، يبقى تعالوا كده نشوف مرة تانية مع بعض اهي الطاقة الضوئية دي بتكون مختزنة فين. زي ما قلنا في الوقود بتبقى موجودة داخل آلة الاحتراق الداخلي للسيارة، بالاحتراق بتتحول لطاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بتتحول لنقطتين، طاقة ميكانيكية اللي هي الحركية، وجزء منها بيتحول لطاقة كهربية في طبعا في دينامو العربية. تمام، طيب الطاقة الكهربية دي بتتحول لإيه؟ قال لي بتتحول يا إما صوتية في الراديو، أو ضوئية في المصباح، أو حرارية في سخان التكييف. كده يا ولاد فهمنا مع بعض تحولات الطاقة داخل السيارة. تالت حاجة يا ولاد أنا هاخدها في تحولات الطاقة هي اللي بتحدث في المصباح الكهربي. قال يا ولاد في الشكل اللي بيظهر قدامنا ده أنا بلاقي إن دي دايرة كهربية، الدايرة الكهربية دي يا ولاد بلاقي فيها إن الطاقة الكهربية هتتحول لإيه؟ المصباح ده كده هيتحول لإيه؟ قال يا ولاد بتتحول لطاقة ضوئية وحرارية، ضوئية وحرارية. تمام، فلقيت يا ولاد إن في المصباح الكهربي بتتحول الطاقة الكهربية فيه إلى طاقة ضوئية طاقة حرارية. مس جت منين الطاقة الحرارية دي؟ ما تنسوش يا ولاد ان التوهج بتاع المصباح بيخلي المصباح يسخن، فقال يا ولاد كده دي بتنتج عنها طاقة حرارية. تمام، قال يا ولاد كمان ان في الدايرة
التيار الكهربي يسري في الدايرة الكهربية المغلقة، زي الدايرة اللي موجودة دي بنتحكم فيها عن طريق المفتاح ان احنا نفتحها ونقفلها. فقال يا ولاد ان التيار الكهربي ما بيسريش الا في الدايرة الكهربية المغلقة، لكن لو كانت دايرة كهربية مفتوحة فالتيار الكهربي مش هيمر فيها. مرة تانية يا ولاد، انا في المصباح الكهربي حولت الطاقة الكهربية لضوئية وحرارية، والتيار الكهربي ما بيمرش في الدايرة الا لو كانت مغلقة. طيب، من كل بقى يا ولاد التحولات اللي احنا بنقولها دي، حد فينا كده يفكر ويقول طب هي هل كده الطاقة بنفقدها؟ يعني ايه مس كلمة بنفقدها؟ يعني الطاقة دي بتضيع منا، بتضيع منا كده وبنخسرها؟ لا يا ولاد، قال لي يا ولاد ان الطاقة دي عمرها ما بتفنى. يعني ايه بتفنى؟ يعني عمرها ما بتختفي. فقال لي يا ولاد ان الطاقة دي بنحولها من صورة لصورة تانية، لكن محدش ابدا قالك قبل كده ان الطاقة دي عدم تمام. فقال لي يا ولاد ان عندي مفهوم لقانون بقاء الطاقة، قال لي فيه ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تحول من صورة الى اخرى. يعني يا ولاد دي كده معناها ايه؟ قال لي يعني الطاقة بتاعتي عمرها ما بتنعدم او بنفقدها، وكان كمان يا ولاد مش بنستحدثها من العدم. يعني ايه؟ يعني مش بنجيبها من لا شيء، ولكن ان احنا بنحول الطاقات دي من صورة الى صورة تانية. تمام يا ولاد؟ بعد كده يا حبايبي انا هتكلم عن الاثار التطبيقات التكنولوجية دي على الانسان والبيئة. طبعا انا عندي التطبيقات التكنولوجية بتاعتي الحديثة عملت اثار ايجابية واثار سلبية، سواء كانت على الانسان او على البيئة. طب تعالوا بقى نتعرف عليها. اول حاجة يا اولاد انا هاخدها الاثار الايجابية للتطبيقات التكنولوجية. قال لي انا بلاقي ان بستغل مصادر الطاقة دي في الاستغلال بيها بيتقدم المجتمع بتاعنا، والدولة بتاعتنا بتكون من الدول المتقدمة. وتاني حاجة يا ولاد ان انا بحول صور الطاقة دي لصور اخرى بيحتاجها الانسان في مجالات الحياة بتاعته، يعني زي المصباح الكهربي والعربية والعمود الكهربي البسيط. كل الحاجات دي انا بقدر استخدمها استخدام تاني بيستفيد بيه الانسان. طيب تعالوا نشوف الاثار السلبية للتطبيقات التكنولوجية. قال يا ولاد ان بعض التطبيقات التكنولوجية دي بينتج عنها اثار سلبية. زي مين؟ قال لي طبعا زي تلوث كيميائي للهواء والمية والتربة، بيحدث كمان عنها تلوث كهرومغناطيسي وتلوث ضوضائي. كل التلوثات دي يا ولاد بتأثر على البيئة بشكل سلبي، وكمان بتأثر على الانسان. تمام، يبقى انا عرفت كده يا اولاد النهارده، عرفت يعني ايه قانون بقاء الطاقه الميكانيكيه، وعرفت فيها ان بتتبدل فيه طاقه الوضع وطاقه الحركه، بحيث ان يكون النقص في طاقه الوضع هي بالزياده طاقه الحركه والعكس. عرفت كمان يا اولاد بعض التحولات بتاع الطاقه والتطبيقات التكنولوجيه عليها. عرفت العمود الكهربي البسيط، عرفت فيه ان طاقه كيميائيه بتتحول لطاقه كهربية. عرفت كمان يا ولاد ايه التحول داخل السيارة. عرفنا ان الطاقة الكيميائية اللي موجودة في الوقود بتتحول لطاقة حركية عن طريق الاحتراق داخل آلة الاحتراق، وكمان الطاقة الحركية دي بتتحول نوعين من الطاقة، طاقة كهربية وطاقة ميكانيكية أي حركية. والطاقة الكهربية دي بتتحول لثلاث أنواع، صوتية ضوئية حرارية. وعرفت كمان يا ولاد التحول داخل المصباح الكهربي، ان المصباح الكهربي ده بيحول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية وحرارية. وعرفت كمان ان التيار الكهربي ما بيسريش الا داخل دائرة كهربية مغلقة. بعد كده عرفت ان الطاقة بتاعتي دي انا مش بجيبها من العدم ولا بتعدم او بفقدها، ولكن بتتحول من صورة الى صورة تانية، وده قانون بقاء الطاقة. عرفنا كمان اثار التطبيقات التكنولوجية، وعندي اثار ايجابية واثار سلبية. كده الدرس بتاعنا يا ولاد النهاردة انتهى. لو اي استفسار عن الدرس او اسئلة هستناها منكم على جروب الواتساب او على بيج المدرسة مدارس الفاروق الخاصة. شكرا.